امامها ساعه صح؟ بقول لكم ايه؟ ما تيجوا نلعب لعبه. لعبه ايه؟ نلعب الصراحه بقى واللي في الزاو كده صح؟ صراحه ايه يا ابني؟ يلا نلعب اللعبه 5 اكس بقى وكده على فلوس. ما تفككوا من كل دوت. ما تيجوا ندردش مع بعض شويه. كل واحد فيكم يقول لي ايه اكبر غلطه عملها في حياته. انا كسرت قلب واحده ما كانش تستاهل مني كل ده. كل ذنبها انها حبتني بجد. انا عن نفسي سرقت صندوق الزكاة من الجامع. انا بقى بيعت ابويا الاراضي بتاعته اللي في البلد على اساس ان انا اخش الجامعه اللي انا بحبها، وفي الاخر ضيعت الفلوس كلها في الامور. انت بقى عمال تسالنا انت غلطتك ايه وانت غلطتك ايه وانت غلطتك ايه. انت بقى غلطتك ايه؟ طول عمري بشوفك سرحان مع الصوره ديت بس برضه مش فاهم حاجه. الست دي تبقى امي، كانت مريضه سكر، كنت في يوم في الجامعه وخارج من الجامعه مع صحابي وبخرج وبهزر ومش حاسس بحاجه، اتصل بيها وما ردش عليها، مره في الثانيه في الثالثه ما ردش عليها، قفلت تليفوني وروحت خرجت مع صحابي، رجعت لقيتها كانت قاعده في البلكونه وجالها غيبوبه سكر ووقعت من البلكونه. سبتيني ليه يا امي؟ مبقاش حد بيسأل عليا، انت كنت امي وصاحبتي وحبيبتي، مين اللي هيصلي معايا الفجر تاني؟ في رأيك صعب قوي يا امي. يمايا وحشاني كلمتي يا دمايا، انا تعبان من جوايا، الدنيا ما عندها معايا وزحلاني ما بخونش الدنيا، ما بخان في طريقي بشوف اندال لغين بندل.